ده أهل المطاعم العربيات المتخصصة في الأغذية والمشروبات، وممكن تصل كمان إلى الملابس الجاهزة والمكتبات والكوافي، كل الكلام ده ممكن يتعمل داخل عربيات متنقلة أو متحركة. هي طبعاً الأشهر الفود تراكس اللي هي الأغذية والمشروبات. الناس دي هندعمهم إزاي؟ إيه رسالتنا النهاردة عشان ندعم هذه المشروعات؟ إحنا كبنك أهلي السنة اللي فاتت كنا في المعرض هنا خطبنا المطاعم اللي احنا بنعتبرها متحركه اللي هي العربات المتحركه. تمام. النهارده بنكلم المتحرك ده وبنكلم كمان الثابت، سواء في شكل مطعم يبيع وجبات سريعه او جبزه او وجبات ايا كان شكلها او الكافيهات. طب انا بمولها عايز اديها تمويل سهل وميسر، احنا بنقول تمويلنا بيوصل ل 2 مليون جنيه، يعني تمويلنا ممكن يتجاوز 70% من التكلفه الاستثماريه بتاع الراجل ده. يعني احنا عندنا وعندنا شاب النهارده جاي عندنا تحت الكباري بيتعمل اماكن لكافيهات ومطاعم. طب حضرتك لما يبقى عندي مطعم تحت كوبري من الكباري اللي موجوده دي والشاب عايز يستغله، انا ممكن اوصله 70% من التكلفه الاستثماريه، وبعض الافراد ممكن اوصله 100%، ما عنديش مشكله في اي تمويل. طب ايه الشروط ان انا اموله 100%؟ ما انا عايز اعرف الشروط. انا اموله في 100% ان يكون له خبره سابقه، عنده مطاعم تانية، عنده حاجه شبيهه فيها في حته تانية، فانا بعتبر المكان ده 100% وانا بحسبه كانه تمويل زادي في اجمالي الاستثمارات. مفيش مخاطره طبعا، ده عنده خبره وبيبيع كويس وهكذا. لكن لو هو جاي الاول مره العربيه، انا تمويلي بيوصل في لغايه 85%. طب هل حضرتك بتشترط عليا كشاب هيعمل المشروع ده ان انا يبقى عندي المكان ومزود بالخدمات والكلام ده، ولا مجرد ما ابدا في الفكره وابدا تجهيز في المصنع اللي هيعمل العربيه حضرتك بتبدا معايا التمويل؟ ببدا معاك من اول حاجه، بس انا ببدا لمكان مرخص، يعني هقدر اوقف في عربيتي. هقدر يعني لازم ضمن الورق ان يبقى معايا ترخيص للمكان اللي هقف فيه. ممكن النهارده مش عندي ترخيص، بس عندي موافقه مبدئيه. يعني ممكن حضرتك تخش على مثلا هفترض ان الراجل ده يعمل مطعمه في منطقه صناعيه. منطقه صناعيه في حد ذاتها، المنطقة دي أصلا مرخص لها، مرخص أو جوه مول، والمكان ده مرخص، ويبدأ الراجل بتاع المطعم ده أو المكان بتاعه يعمله رخصة مستقلة. طب أنا مش قلقان منه، أنا ممكن أبدأ في تمويله وأبدأ أموله وأبدأ أحدد له القرار الائتماني، وبعد كده أشترط عليه يجيب الرخصة خلال فترة محددة.